بسم الله الرحمن الرحيم. تكبت عناء السفر والمشقة للحضور اليوم في هذا المكتب الاستثنائي للوقوف مع أشقائي وإخوتي في سوريا. واجب علي وكان لزاما علي وعلى الكثير أن يحضروا هذا المكتب لنوصل رسالة كل مواطن يمني إلى الأشقاء في سوريا وفي مصر أيضا لما تعرض له من حملة ومن مخطط أيضا وما يثار حول سد النهضة. جئت لكي أتحدث عن سوريا ولكنني للأسف الشديد وجدت أن هناك أمر مهم جدا يجب أن أتحدث عنه ألا وهو اتحاد المحامين العرب. واعذروني أن أعرج في البداية على موضوع اتحادنا الذي كان له صولة وجولة. نعرف اتحادنا الذي كان يهز أنظمة ودول، كنا نوقف صفقات ونوقف قرارات أممية. كانت اجتماعات المكتب الدائم والمؤتمر العام للمحامين العرب تهز العالم. أتذكر في سوريا عندما عقدنا المؤتمر العام كيف كان له صدى كبير جدا. اليوم نحن بحاجة إلى إنقاذ الاتحاد أولا لكي ننقذ الوطن العربي. اليوم ما زال، اعذروني على هذا اللفظ، اليوم كان المفروض أن تكون القاعة مكتملة وأن يكون في المنصة الأمين العام، لكننا للأسف الشديد أصبحنا اليوم نبحث عن صوت أو صوت مبتور. صوتنا مبتور مش صوت كامل. هناك البعض لهم العذر في لبنان أو في المغرب، يعني في كثير حصل لهم ظروف نأخذ لهم العذر، لكن الأساس الأمين العام كما ذكر الأستاذ ناصر كمال، هل يوم 26 ولا يوم 1 ولا المفروض أن يكون هنا قبل أي واحد منا، لأن القضية خطيرة. تأخرنا في عقد الاجتماع إلى يوم 26، نحن تأخرنا، لكن أن نصل ونحن بأمانة بلا أمانة، نصل بأمانة ولسنا بأمانة، لا توجد أمانة. أعزائي الكرام، أستاذي الكريم صمام أمان المحامي العرب بأمانة أقولها ليس مجاملة لك، أنت يا أستاذ سامح صمام أمان المحامين العرب واتحاد المحامين العرب، ونحن نعول عليك كثيرا في حماية اتحادنا وحماية مهنتنا. وما أنجزته لمصر وللمحامين المصريين مفخرة لكل العرب. أنت وقوفك الوطني والقومي في كل القضايا العربية تاج على رؤوسنا، أنت تاج على رؤوسنا بأمانة ليست مجاملة. أؤكد هنا على أهمية أن نخرج بقرارات لا توضع في الأدراج. قرارات عمان لا زالت في الأدراج، قرارات تونس لا زالت في الأدراج، فما الفائدة من اجتماعنا إذا كانت الأمانة العامة ستضع كل شيء في الدرج؟ نجتمع في الواتس، نعمل لنا مجموعة في الواتس والسلام، ليش نتعب ونجي نسافر إلى عمان إلى تونس إلى مصر؟ وفي الأخير الأمانة العامة تضع المخرجات في الأدراج. يجب أن نكون صريحين، إذا لم نكن صريحين مع أنفسنا في الاتحاد وتعاملنا بمداهنة وبمجاملة فلنغلق الاتحاد. أعزائي لا أطيل عليكم، ما تجمعون عليه في شأن سوريا فأنا أبصم معكم بالعشر باسم كل مواطن يمني. نحن معكم مع سوريا، لن نفرط في سوريا على الإطلاق، ولن نفرط في مصر، ولن نفرط في ليبيا ولا في أي دولة عربية على الإطلاق. بالروح بالدم كلنا وطن واحد ويد واحدة. وأقول في الأخير للجميع، خذوا العبرة منا، حافظوا على مصر، حافظوا عليها. الأمن والاستقرار أهم نعمة، الأمن والاستقرار أهم شيء، كل شيء بيتعدل، الأمور الأخرى يعني في كل الدول، الوضع الاقتصادي متدهور في كل الدول. خذوا العبرة من اليمن، من ليبيا، من كل الدول، فحافظوا على بلدكم، والسلام عليكم ورحمة الله.